مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. العلم نور والجهه نور. الله اعطانا الطاوله اللي هي السيده توحشنا. القرايه شي حاجه مهمه في المجتمع صراحه. مشاهدينا الكرام، اليوم كنت في واحد الحفل ديال الاطفال اللي فدونا بطبيعه الحال كيفاش توفوا، كيفاش قراوا، رغم الظروف ورغم مجموعة من الإجراءات اللي كتكون في الحياة، إلا أن هذا الأطفال لهم عزيمة وقوة وإرادة. بطبيعة الحال الدعم ديال الله عز وجل معايا ثلاثة ديال الأطفال، معايا مريم ومعايا أنور ومعايا هيبة. هادو أفكار صعبة في الدار البيضاء وصلوا أعلى مستويات في المدرسة، ديجا من 18 إلى 20 في إعدادي. أنا توحشت المدرسة والله العظيم، هذه المدرسة هذيك نهار كبير هذا مريم، مريم جبتي ليا 18، عرفتي الأولى كيفاش جبتي مع الأمور، كيفاش جات في القراية؟ القراية سهلة، كتعاود على داكشي ديال السادس كيزيدو على شي حاجة، وكتمشي للسكراج ديما باش اللي كدير فيها باش يوصل شي حاجة تلقى راسك ديجا عارف ولا شي حوايج. وشكون يعني نرجعو نعاود شوية في الحفلة؟ بوحدك؟ بوحدي، وبعد المرات كنعاون بجوج. انت القضية عندك سهلة، واحد انت في السابع. وشفتي 18 انت الأولى. عجبك الحال؟ شنو اللي كتمنى تكون في الحياة ان شاء الله؟ بغيت نكون يا إما مهندسية يا إما طبيب. تقول معايا في الصوت بغيت نكون يا إما مهندسية يا إما طبيب. ياك. دابا غادي نبقى ندير معاك واحد الضيف صغير، وردوا معايا باللغة العربية. غادي نسولك وانت تجاوبني. صافي؟ هاد المرحلة اللي دوزتي ديال التندوس في السابعة قلت لي حطيتو داكشي من السادس، كيفاش شفتي نوعية المنهجية ديال التعليم، الكتاب اللي كتقرا، الدروس، جاوبيني باللغة العربية. كانت الدروس سهلة، هي كاينة في العربية، زيدي مازال. ماذا تحبين في اللغة العربية؟ قواعد. مثلا؟ قواعد الفعل، جملة، تصدق الأسماء، ديال الأسماء المبنية والإعراب. الإعراب تا هو الإنسان كيجيب بزاف. تبارك الله، أنت موسوعة في اللغة العربية. نعم إن شاء الله. الله يوفقك يا ربي، وبالصحة والراحة الجائزة، وعند هذه شكرا لكم مشاهدينا الكرام، حيث تنتقل صفوف الذكور. الساعة 13 حتى الرضا، الله يوفقك. ما هو عيشك في اللغة العربية؟ بالطبع هي لغة القرآن ولغة العلم، و والله العظيم إلا أحسنت والله. هذا هو اللي كيتسنى هنا بون ديبار، درتي لي قلتي لغة القرآن كقاعدة ولغتنا الأم ومن أصعب اللغات وثاني أصعب لغة في العالم كيفاش درتي معاها 18 تشوتي؟ كيفاش ناضتي أنت في الثامنة وجيتي أنت الأول؟ عاود ليا. صراحة عاونتني بزاف الرياضيات، هي اللي عاونتني باش نرفع المعدل بزاف، جبت فيها بالطبع نقطة كاملة الحمد لله بشكر الله. باقي المواد دابا انت عزيز عليك بزاف العلمي ولا الادبي؟ العلمي بالطبع. وانا راه ما نقلش معاك، ما تفهمش الرياضيات واعره. الرياضيات هي افضل مادة. الرياضيات؟ افضل مادة. ولكن كذلك تجيد اللغة العربية. قليلا. 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 18 الله يوفقك يا ربي، شكرا لك. هذا هو الطموح والله العظيم، الى كلامك يجي الصدر اللي كتشوف هذه الاجيال الصاعدة، وهذو بطبيعة الحال اللي كتمناو من البلاد. هذه الجهة. تسع لجهة الأرض 18، كيفاش الأمور؟ كيفاش وصلتي لها 18؟ أنت جبتيها؟ الحمد لله بفضل المجهودات ديالي وبفضل أولياء الأمور ديالي اللي الجو اللي كيوفروا لينا باش أننا نخدموا على خاطرنا، وبطبيعة الحال المؤسسة اللي كتعاوننا اللي لولاها ما كناش غنوصلوا لهذا الشيء. هادشي ما كان بطبيعة الحال أول حاجة هي الله عز وجل اللي بسببه كنا غنوصلوا لهادشي اللي واصلين لهذ النقطة. ملي وصلتي للمرحلة ديال التاسع كتكون شوية قاصحة، كتقول لك تا
داز حياتي حلا كيفاش شفتي انت الامور شفتي هي انت من السماء كيفاش الامور هي في الاول كتكون مخلوع شويه حيت كتسمع بلي التاسعه كتكون صعيبه وداكشي بحال هكا ولكن خصك دائما الهدف ديالك يكون قدامك وتخدم عليه وبالنسبه للتاسعه خصك تمشي كل درس بوحده وتتبع الدروس اصلا مترابطين يعني الدرس كيديك الدرس الا كنتي شاد يعني تلحق الدروس من الاولين وتتبعهم ماشي ضروري الحفاظه غير الفهم ديال الدروس كيوفقك سي دابري باش كتمشي للدروس الاخرين وهكذا غادي المسار هكذا يمشي المسار تحبين اللغه العربيه ولا انت علمي انا علميه ولكن الشخص كنحب اللغه العربيه يعني مزيج بين المتناقضين بين المتناقضين واش عندي الخراب الخير وهذا الله يوفقكم يا ربي كنتمنى لك التوفيق 18 تيجي في الدار البيضاء واش عندي الخراب هنا من علم لي حرفا صرت له عبدا لن ننسى اساتذه بطبيعه الحال ان شاء الله اللي بعض الفئات لا زالوا على قيد الحياة ويمر لهم الطريق ديالهم على الطرق الصحيحة واللي ماتوا الله يجعلهم من أهل الجنة ما يهمنا هو إيصال هذه الرسالة لكن هذا الأطفال من أجل وصول الهدف الأسرع هو الوعي في العلم لأنه هذه الأطفال هم الأعمدة الأساسية ديال البلاد هم اللي كنبغيو نشوفوا فيهم الخير مشاهدينا الكرام كتطلع ناصر حق نسبة هذه الحالة عالية في القراية تنتمنوا له مسار رائع إن شاء الله في العلم مشاهدينا الكرام تعالك المواطن شكرا لكم